طيب شهاب، ماشي ساعتين شهاب، تاريخ طايح، تاريخ شهاب، وجبال طايح، انصب طايح، طايح البريء، انصب طايح الجميل، عند أهل العفاق، أهل البشك الأصليين، كل داخلينا كذا، هجاني على الهواء. جسم البشكة مرتبة تكتكة تقضي الحاجة محل بس مجلس ما في تكلف زيادة ديكور نظيف جلسة حلوة مرتبة يجتمعوا فيها الأحباب الأصدقاء بأدب واحترام موظفين أو تجار أو رجال أعمال أو عايدين بسطاء هذه يجتمعوا فيها بمحبة بأدب هذه هي البشكة هذا هو المكان الجميل بشكة أخي الأستاذ أسامة عبد الله فخر من أطيب شباب الطائف رجال الطائف في الفترة اللي عشتها اللي في سني أنا دحين من أطيبهم من أروعهم من أكثرهم خدمة للناس من أكثرهم قبولا عند الناس ولا نزكي على الله في الأمور الأخرى 27/6/1438 هجرية في مدينة الطائف الطائف المنوس الطائف الميمون بستان مكة ويطول الحديث في مسميات الطائف الجميلة بعد انتقالي لجدة لي سنتين طلعت بحكمة كده أقول الطائف بدون بشكة مقبرة وجدة بشكة هجرة حجول أنا قصص والزحام يعني الزحام والروح اللي هي تقعد تفضل تجلس في بيتك تقول شو وديني بس طبعا مو كل بشكة بشكة ولا كل جلسة جلسة ولا كل ناس متجمعة نطلق عليهم بشكة ناس مستأجرين استراحة وقطوا مع بعضهم وهذا هذه لها مسمى ثاني مي بشكة هذه لها مسمى ثاني مي بشكة البشكة هي اللي قائم عليها واحد هو صاحبها مو شرط المكان جمال المكان روعة المكان جو المكان لها شروط البشكة يكون عليها قائم عليها واحد يستقبل الناس يرحبه هو المتحكم في كل شيء في أي حدث يحصل في أي شيء في الناس اللي ينضموا في الناس اللي يجلسوا إن شاء الله حتى على حنبل إن شاء الله بشكته على حنبل يجول الناس يجول عشان محب بشكة بعض البشك صار كله تلفزيونات بس يتفرج على التلفزيون مسجل فك من كورة يبدأ في كورة فك من أكشن صدى الملاعب من أخبار لأخبار من ولا بس قلبوها عشوات بس إنه جاي عشان أكل ولا بلوت ممتاز البلوت يلعبوا ورقة يلعبوا كذا بس بأصول بمحبة بأدب للأسف حتى بعضهم كبار في السن تسفه في الله أنا ما أذكر أنا ألعب بلوت وأنا رابع ابتدائي وتعلمت بعيني أتفرج مع كبار بشك في الحارة من أقدم البشك في حارة أسفل في الطائف بشكة عم حسين إسلم كان مع عم حامد حمود كان مع عبد الله سحرة كان مع بكر كان واحد يعني كثير العدد أنا كتبت عنها مرة البشكة هاي وبشكة عم حمادي إسلم تحت بيتنا في السوق في حارة أسفل أدب في أدب حتى في المزح حتى المزح لي آداب حتى تتحدث مع واحد لها آداب حتى توجه نصيحة لواحد لها آداب ولها ظروف وبس كده دبش المزح مو دبش والطرفة مو دبش والبشكة ليش عملت البشكة ناس مع ضغوط العمل مع ضغوط الدراسة مع ضغوط الحياة الاجتماعية ككل مع الحياة هذه يجي يصلي المغرب يروح يبشك من المغرب العشاء في بشك من إذا في عندهم عشوة بعد العشاء بشك في لها يوم يسوي عشاء في الشهر مرة في أسبوعين مرة في كل أسبوع مرة هذه البشكة أما ما يمارس هذه مهي بشك بعضها تصل لغجرنا مهي بشك البشكة يجي الشخص من عمله من تجارته يجي يتبادل أطراف الحديث مع صديق مع زميل يطلع بحاجة يستفيد منها
يستنير برأيه في أمور الحياة هذه، يعطيله يبدأ يتداوي. في ناس أربعة قاعدين عبلوت بروقة بأدب، إن جاء برنامج الزوت في الرجوب أدب، ما في تحكم. صاحب المكان هو المتحكم في الناس اللي جايين، وهو المتحكم بهذا، من كل واحد كل مين يدو إله، هذه ما بشك. فأقول الطائف كانت نخب في البشك، كان نخبة البشك، واللي ما تربى ببشكة ولا يعرف فاقد شيء. البشك تربي رجال، هذه منتديات، منتديات ثقافية، فنية، اجتماعية، أدبية، نتعب نقول شيء. هذه التبتبة، هذه التبتبة حق الشاي، دواء الشاي، شيء بسيط مجهزة، القهوة، الدلة، الشغلات هذه الخفيفة، الثلاجة اللي تحتاج، والحمام الله يعزكم عاد ما يحتاج أوريكم، والمكان الجميل هذا، بس هذه قوة مجهزة تقريبا لها فوق 20 سنة.